والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل بنعمه المسيح الحلقات اللي بداناها عن الروح القدس. وبعدين يجي كده يقول للراجل ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي اياه اعطيك باسم ربنا يسوع المسيح، قوم امشي. وقام مسكه من ايديه. انا بحب كلمه مسكه من ايديه دي. ليه؟ احنا عايزين دايما اللي يمسك بايدينا، مش عايزين اللي يعقدنا في حياتنا ابدا. انا مش عايز اللي يعقدنا في حياتنا. هو انت ما بتصليش؟ ما انتش نافع. انت خلصت القانون بتاعك؟ لا ما خلصتوش، يبقى انت مش نافع. قانون ايه؟ فرض. هو احنا عندنا فرض؟ انت تتكلم، انت صليت من قلبك، كلمت ربنا. ربنا قال ايه؟ هلما نتحاجج يقول الرب. شجعوا صغار النفوس، نتعلم من ربنا. ده الراجل راجل اسمه جدعون. جدعون يعني جدع. جدع ليه؟ جدع ليه جدعون؟ لأن في أعداء جايين عليهم، فقام واخد الغلة وداها مخزن، حتى يخزن فيها الغلة. ليه؟ لأن لو الأعداء دول جم، يا إما هياخدوا الغلة ياكلوها يا إما هيحرقوها. فهو قال أخد ودي هناك علشان الشعب ما يجوعش. يقوم ربنا يبعت له ملاك مخصوص ويقول له الرب معك يا جبار البأس. ايه ده؟ جبار بأس علشان خزن شوية غلة؟ شوف ربنا، شوف بيشجع الناس ازاي. وفي سفر يقول لك ايه؟ حينئذ يقول الضعيف بطل انا. بطل؟ بطل فين يا عم؟ ده انا غلبان، ده انا بغلط وبعمل خطايا. لا، ما دام ماسك في ربنا تبقى بطل. هو ده ربنا بتاعنا. فمسكه كده من ايده وقال له طب قوم باسم ربنا يسوع المسيح نصير، قوم وامشي. فالراجل يقول لك قام وتشددت رجلاه وكعباه. رجليه، عارفين الواحد لما يتمطع كده، ويتمطع ورجليه تشد كده، تشددت رجلاه وكعباه، عرف يقف على رجله. يعني معنى كده ان الشلل اللي في الاعصاب، يعني موت الاعصاب حي، ادوله حياه في اعصابه. وعلى فكره الحاجات دي ما نجربهاش الا الغلابه اللي زي حالتنا كده، اللي بيحسوا بالتعب ويحسوا بعن ايه رجلين مرخيه ورجلين متشدده، مش كده ولا ايه؟ تصوروا بقى معنى كده ان ربنا ادى للتلاميذ انهم يقوموا مش ميت بس، من اعصاب الميته دي حاجه ميته. فتشددت رجلاه وكعباه ولقى نفسه ماشي. بيقول لك ايه؟ صار يطفر. يطفر يعني ايه؟ يتنطط من الفرحة، يتنطط من الفرحة. انا دايما اقول للشعب عندنا بركة القداس اللي احنا بنصليه تروحكم كلكم مش فرحانين، لا مزقططين. تزعططوا، الواحد ماشي متنطط كده من الفرحة. فرحة. والحاجة بقى عظيمة جدا 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 ان الجدع ده لما اتحرك ومشي ما خدش بعضه وجري على بيته، لا، خد بعضه ودخل فين؟ الهيكل. ايوه كده، احنا مكاننا فين؟ في الهيكل. الهيكل قلت لكم قبل كده كلمة هيكل يعني البيت الكبير اللي في حضن ربنا، اللي واحنا بنصلي القداس او في الاجتماع يبقى ربنا واخدنا كلنا في حضنه
وتخيل حضن ربنا، تخيل كده لما ربنا ياخدنا في حضنه كده، يبقى ايه الامان والفرح والسلام اللي احنا فيه. ف راح الهيكل وهو كان ايه يطفر ويسبح الله، يطفر ويسبح الله. اشكرك يا رب، اشكرك لانك بصوا يا جماعه، كان الواحد زمان يضطر يقول انت عجوز وانت عجوز. لا يا حبيبي، ده في عجوز فعلا، عارفين ان زي حالاتي كده، اما يمشي على رجليه ويروح الكنيسة على رجليه ويخدم نفسه ببيته ويعمل يقضي احتياجاته بنفسه، دي اعظم نعمة، اعظم نعمة. ياما ناس ما بتعرفش تتحرك ولا تعمل حاجة. نشكر ربنا على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا ليك واشفقت علينا. ياما بيشفق علينا، واتيت بنا الى هذه الساعة. عارفين الساعة منين؟ اللي واقفين فيها نصلي قدام ربنا. اشكرك يا رب لانك وقفتنا اتكلم معاك. انا مين علشان توافق ان انا اكلمك؟ لكن احنا بنشكر ربنا ان هو اتى بنا ان هذه الساعة اللي احنا واقفين نتكلم معاه. ويقول لك وكان متمسكا ببطرس، ماسك في بطرس كده. طبعا حس ان ده بركة، مش اي ايد ولا اي حضن، لا، كان متمسكا بايه؟ ببطرس. فطبعا الناس بقوا متعجبين من اللي حصل. ايه ده؟ مش الناس دول جلاليين يا جماعة؟ مش الناس دول جهلة؟ امال عملوا كده ازاي؟ وبقوا عمالين يبصوا لهم. فقال لهم بطرس: ما بالكم تتعجبون؟ ولماذا تشخصون الينا كأننا بقوتنا وتقوانا جعلنا هذا يمشي؟ انتوا فاكرين احنا اللي خلناه يمشي؟ لا، ده مش احنا اللي خلناه يمشي، امال ايه؟ ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه وانكرتموه قدام بيلاطس المنطي. اقول لكم بقى تاني: ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا. ايه اللي دخل ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ دول ايام المسيح، وابراهيم واسحاق ويعقوب في العهد القديم. ايه اللي دخلهم؟ ما هم دول ابائنا، احبائي، دول ابائنا. بصوا يا جماعه، اللي بيتشفع بالقديسين بيتشفع بمين؟ بنقول بكل القديسين اللي ارضوا الرب باعمال، اللي ارضوا الرب باعمالهم الصالحه منذ ادم والى اواخر الدهور. انا لما اجي اطلب شفاعه القديسين بطلب كل القديسين من اول ادم الى اواخر الدهور. وهو اواخر الدهور جت؟ لا، ربنا عارف مين اللي هيرضيه. يبقى اذا دول ابائي، دول اخواتي. القديسين اخواتنا مش بعاد عننا، وربنا مدهم لنا امثله علشان نعيش زيهم. اله ابراهيم واله اسحاق ويعقوب ابائنا، ده ربنا مجد فتاه ويسوع ان انتوا انكرتموه قدام رئيس قدام بيلاطس المنطي، وانكرتم البار وسلمتوا الايه؟ الشرير. يعني هم قالوا ايه؟ بيلاطس يقول يا جماعه انا مش لاقي عله في الرجل ده. على فكره بيلاطس دافع عن المسيح دفاع جامد. اقروا يوحنا وشوفوا.
بيلاطس قاعد يقول انا مش لاقي فيه عله. طب انتم مسكتوه بعله ايه؟ لا احنا عندنا شريعتنا وحكمنا عليه يموت. ايوه ايه العله؟ مفيش عله. احنا قلنا كده وخلاص، قلنا كده وخلاص. طب انا يا جماعه مش لاقي عله، طب اقول لكم حاجه، اجلده واسيبه علشان ارضيكم؟ لا اصلبه. طب انتم متعودين في العيد نطلق واحد، اسيب المسيح اللي هو ملككم واصلب براباس؟ براباس ده صانع فتنه، يعني ارهابي، ارهابي. لا اصلب المسيح وسيب لنا براباس. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه بيلاطس؟ بعدين قال لهم طب بصوا يا جماعه، خدوا انتوا، خدوا انتوا اصلبوه من اللي انتوا عايزينه. قالوا لهم احنا ما عندنا السلطان، انت اللي في ايدك السلطان. يا جماعه انا مش لاقي عله. شوف قعد يقول الكلام ده كتير قوي، لكن للاسف هو في الاخر يعني في الاخر قالوا له انت كده ضد قيصر، واللي ضد قيصر ما ينفعش يبقى معانا، فاضطر يسلموا، يعني اسلموا، اسلمه بيقول لك كده، وعرف انهم اسلموه حسدا. يعني بيلاطس هو اللي بيقول انا عارف الناس دول جايبينك حسد، هم حاسدينك، مش لاقيين يقولوا حجة واحدة، مش لاقيين يقولوا حجة واحدة. المهم ان الراجل قام باسم يسوع المسيح، وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده اما بنجي نصلي نقول باسم الاب والابن والروح القدس. باسم الاب والابن، الكلمه دي هي سر قوتنا. باسم ربنا يسوع المسيح اخرج، باسم ربنا يسوع المسيح قم وامشي. قالوا للسيد المسيح اليس باسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات؟ ونجي نصلي نقول ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك. اسمك القدوس هو الذي نقول في جميع الأمم. طب وإيه كمان؟ ارحمنا كلنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. ومرة ربنا في سفر أشعياء قال للناس اسمعوا كلام الملاك لأن اسمي فيه، مش دعي عليه، اسمي فيه. ميخائيل، الله اسمه فيه قوة. وطبعا لما بنشم الصليب بنقول بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يبقى عندنا مصادر قوة اسم المسيح وكلمة الصليب. إن كلمة الصليب يا شوفوا، مش الصليب، مش الصليب، كلمة الصليب. إن كلمة الصليب عندنا نحن المخلصين هي قوة الله، قوة الله. في الاخر كان نصيحة بطرس قال لهم توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. توبوا وارجعوا، دي النصيحة اللي بطرس قالها. توبوا وارجعوا، زي ما قلت احبائي من شوية لما اتكلم واصلي باللغة بتاعتي هعرف اتوب، هعرف اقدم توبه، هعرف اتكلم مع ربنا. لما اقدم توبه انا اقول له يا رب انا ندمان، انا ما عدتش عامل كده تاني. وهنقع ونقوم ونقع ونقوم لغايه ما نفضل واقفين بنعمل
المسيح وننتصر. لما حصل كده للأسف الشديد، ومش للأسف ولا حاجة، لأن ربنا هو اللي وعدنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا ثقوا أنا قد غلبت العالم. اوعى الواحد يتضايق أبدا، دايما نحط قدام عينينا الآية اللي بتقول أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به، بالشر ده قصد به خيرا. ياما مشاكل، ياما مشاكل، ياما ضيقات، كل ما يحصل مشكلة والواحد يقول كده، وفعلا ربنا بيعلن مجده بطريقة عظيمة جدا جدا. خدوا بقى التلاميذ حطوهم في الحبس، يعني أنا يا رب علشان ماسك فيك وفي مبادئك أتسجن؟ أتسجن، وماله؟ وماله؟ احسبوه كل فرح يا إخوان، شوفوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر من أجل اسمي كاذبين، يعني يكونوا بيتهمونا باتهامات باطلة كذابين، مش هكون عامل عاملة وأقول بيضطهدوني، لا كاذبين. والآخر طلعوهم تاني يوم، وبعدين يقول الكتاب ايه بقى؟ وفي الصباح اجتمع رئيس الكهنة. انا عايز اوريكم كام حد اتجمع حواليهم، شوف الناس اللي ضدهم قد ايه. اجتمع رئيس الكهنة والرؤساء وشيوخ الشعب مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا الإسكندر، وسألوا هما كل دول، وقفهم يسألوا بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ بأي قوة وبأي اسم؟ أنتوا عملتوا كده إزاي؟ عملتوا كده إزاي؟ حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس، أهو هو ده الشغل بتاعنا. امتلأ بطرس من الروح القدس واتكلم بكل شجاعة وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان، يعني إن كنتم أنتم مسكنا علشان حاجة حلوة عملناها، علشان إنسان سقيم وشفناه انتوا بتمسكونا، فليكن معلوما عندكم ان احنا عملنا كده بقوة الروح القدس اللي هو ربنا ادهنا علشان نصنع بيه كل المعجزات. انا بقول له يا رب ما تحرمناش ابدا من روح القدس. كلمة هقولها لكل الشعب ولكل الكهنة، القداس اللي هنصليه محتاجين نصلي قبليه علشان ربنا يدينا الروح القدس. يبقى ربنا وانا بصلي هو اللي بيصلي، وانا بوعظ هو اللي بيوعظ، هو اللي بيسد احتياجات الشعب، لان انا باخد الروح القدس قبل ما اروح الكنيسة علشان ربنا يشتغل. لكن ما اطلعش من بيتنا على القداس هشتغل بنشاطي بمعلوماتي بذكائي، لا احبائي، لا، نصلي علشان ربنا يدينا نعمة وبركة ويدينا دايما كلمة عند افتتاح الفم. ربنا يباركنا كلنا ويحفظنا ويبعد عننا الشر والشرير بشفاعة الست العذراء القديسة البتول مرت مريم وكل مصاف الشهداء القديسين اللي أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى آخر الدهور. آمين.